طبعا فيها البداية نحن اليوم في بركة البابوس في افتتاح مهرجان التمور الثاني. نرحب بكم كل الترحيب، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه البلدة التي عانت وما عانت سابقا من مشكلة ومن تداعيات الإرهاب في السنوات الماضية. لذلك نقول لكم جميعا أنتم منا ونحن منكم، أنتم أهلنا وأحنا أهلكم في هذه البلدة في مهرجان التمور الثاني. لقد رحبنا بكم سابقا في المهرجان الأول في العام الماضي، واليوم نستقبل لكم ونرحب بكم جميعا ونقول لكم شكرا جزيلا على قدومكم لهذه البلدة جميعا بدون استثناء مشاركتنا هذا المهرجان مهرجان التمور الثاني، وهو يعتبر نموذج حي لهذه البلدة والقرى المجاورة لها. طبعا هناك كثير من الأخوة المزارعين من كافة القرى المجاورة بدأوا بالتوافد ومعهم نموذج ومن تمورهم الموجودة عندهم، ومثل ما لاحظتوا في هذا المكان. ونقول لكم أهلا وسهلا جميعا بكم، ونحن اليوم سعيدين بحضور كل الرفاق وكل الوجهاء وكل رؤساء البلدات والمجالس المحلية ورفاقنا الإعلام والحضور بشكل عام. سعيدين جدا بهذه المناسبة. مجلس الشهيد سالم عبد الله في بلدة الباغوس وباسم أهالي الباغوس كافة نرحب بكم في مهرجان الباغوس أو مهرجان التمور في منطقة الباغوس. أهلا بكم في أرض الباغوس، أرض الكرامة، أرض التحدي، ونخيلها شاهد على صموده، صمود التحدي. نحن الآن في أقدم بستان في النخيل ألا وهو منطقة الباغوس الذي يدل على شهامة وكرامة وأصالة هذه المنطقة. أهلا بكم ضيوفنا الكرام، وبسم الله نبدأ. ونذهبكم الآن نعلن افتتاح مهرجان النخيل الثاني في بلدة الباغوس. شكرا. أسعد رجع خالد العايد.